أقف الآن في قلب مدينة دير البلح بالتحديد في هذا المخيم الذي أقيم للنازحين الفلسطينيين، ومن أمام هذه النقطة الطبية التي تقدم خدمة الرعاية الصحية لهذا المخيم بأقل الإمكانيات، خصوصاً مع حالة النزوح القسرية لأهالي مدينة رفح وقدومهم إلى مدينة دير البلح والمنطقة الوسطى بالعموم. هذه النقطة التي تقدم الرعاية الطبية لأكثر من 15,000 نازح يقيمون ويسكنون في هذا المخيم الذي يقع في قلب مدينة دير البلح، مخيم للنازحين يفتقر لأدنى مقومات الحياة، لكن أقيمت هذه النقطة الطبية داخل هذا المخيم بأقسام متعددة كما ندخل ونشاهد في هذه النقطة الطبية التي أقيمت وأنشئت وبنيت من الخيام والشوادر وأغطية النايلون. هنا نشاهد الطاقم الطبي وكذلك الطاقم التمريضي، حيث يعالج بعض النازحين والمواطنين الذين جاءوا إلى هذه النقطة ويعانون ربما من بعض الأمراض وبعض المشاكل الصحية، ولا يجدون إلا هكذا نقاط طبية تداويهم. هنا في هذا القسم أو في هذا المكان، قسم الغيار أو الغيارات على الجروح، هنا نشاهد الطاقم الطبي والتمريضي بحيث يعالج هذا الطفل الذي يعني ربما يعاني من حروق أو جروح، وهكذا يتم التعامل خلال أو من خلال هذه النقطة مع المواطنين أو النازحين المرضى أو الذين تعرضوا لبعض الجروح وبعض الحروق أو بعض الأمور الطارئة التي أجبرتهم على الإتيان إلى هذه الغرفة أو هذه النقطة الطبية. نشاهد مجموعة من النازحين يصطفون لأخذ دورهم في آلية العلاج في هذه النقطة. هنا معنا مديرة هذه النقطة الدكتورة رولا، يعني دكتورة ربنا يعطيكم العافية وربنا يعينكم، وجهود مقدرة بالتأكيد. في البداية عارفين عن هاي النقطة، كيف الوضع داخلها، كيف إمكانياتكم، كيف بتم التعامل مع النازحين في هذا المخيم. السلام عليكم، أنا الطبيبة رولا طبيل، أخصائي أطفال. طبعا أعمل في نقطة القدس الطبية اللي هي النقطة الطبية تحت إشراف فريق دكتورة هاجر عفيفي من جمهورية مصر العربية. بداية تم إنشاء هذه النقطة من وقت قصير لخدمة أعداد كبيرة من النازحين، يصل من 15,000 إلى 20,000 نازح تقريبا. هذه النقطة الوحيدة التي تعمل في هذه الفترة الصباحية من الساعة 8 إلى الساعة 1، تخدم 4 مخيمات تقريبا من حوالي 15 إلى 20,000 نازح. نقدم تقريبا أغلب الخدمات التي نقدمها، نعالج الحالات المرضية الحادة مثل النزلات المعوية الفيروسية، نقدم نحاول قدر الإمكان تخفيف الضغط عن المستشفيات بتركيب المحاليل الوريدية، إعطاء الأدوية عن طريق الحقن العضلي. نقدم أيضا خدمة المرضى الأجهزة التنفسية، خدمات التبخير لهؤلاء المرضى، خدمات الغيارات على الجروح الطفيفة نتعامل معها هنا أيضا في غرفة الغيارات. نتعامل أيضا مع حالات الأمراض المزمنة مثل حالات الضغط والسكر، نقوم بقياس الضغط بقياس السكر، تقديم الأدوية المزمنة لهم. وفي بعض الحالات مثل حالات المزمنة التي كنا نتابعها في مستشفياتنا، في مستشفى الرنتيسي مثلا على سبيل المثال أو في مستشفى الشفاء، كنا نتابع بعض الحالات المزمنة أيضا في هذه النقطة الطبية، نتابع هذه الحالات، نحاول قدر الإمكان بالتعاون مع فريق دكتورة هاجر عفيفي على تأمين بعض الأدوية النادرة الغير موجودة في قطاع غزة إلى هؤلاء المرضى. طب دكتورة، في وسط هذا المخيم في داخل خيمة، وهي تعتبر خيمة، كيف تتعاملون مع هذا الوضع، خصوصا أن حالات المرضى في ازدياد، الوضع يختلف عما كان قبل الحرب، التحديات والمعيقات أكثر وأكبر، كيف بتقدموا الأدوية، بتوفروا الأدوية، بتوفروا بعض المستلزمات الطبية لعلاج النازحين أو المواطنين الموجودين في هذا المكان؟
صراحة في ظل وجود حرب غزة، الحرب البشعة الشرسة على غزة، هناك كثير من التحديات نواجهها في هذه النقطة الطبية. أول مشكلة واجهناها نقص الأدوية. نحن نستقبل عدد كبير من المرضى، يعني تقريبا في اليوم الواحد يصل إلى 160 حالة بعد نزوح، بعد حركة نزوح رفح قد وصلنا إلى 180 إلى 200 حالة في ظل وجود عدد شحيح أو كمية شحيحة من الأدوية. هذه هي أول تحدي واجهنا في الموضوع. احنا طبعا مع بدء نزوح اهل رفح، بالضبط مع بدء نزوح اهل رفح الضغط زاد. الضغط زاد بكم كبير، اصبحنا نتعامل مع عدد كبير من المرضى يحتاجون الى، ليس فقط الى ادويه، منهم اعداد كبيره امراض مزمنه ويحتاجون الى غيارات جروح. طبعا هو دكتورة هاجر فريقها تقريبا يوفرون لنا كم من الأدوية. هناك بعض المساعدة كانت من قبل وزارة الصحة، مشكورين من قبل الأونروا، يقدمون أيضا المساعدة لنا في هذا، في هذه المشكلة والتحدي. هناك أيضا موضوع الكهرباء. طبعا نحن نحتاج إلى يعني تقريبا يعني جهاز التبخيرة يعمل على طول 5 ساعات العمل. فموضوع انه موضوع استخدام الكهرباء، جهاز تبخير، جهاز السكشن. من وين بتستخدموا كهرباء الان؟ ايش مصدركم؟ احنا مصدر الكهرباء هنا جزء من خط الطاقه لاحد النازحين في المخيم. لكن هل هو كافي؟ للاسف يعني جهاز التبخيره لا، خط الكهرباء الواصل لجهاز التبخيره لا يكفي احتياجاتنا في 5 ساعات هذه، غير انه احنا نحتاج لجهاز السكشن كمان يحتاج الى كم من الكهرباء. لكن في ظل التحديات هذا ما نستطيع فعله في هذا الوقت الراهن. أيضا التحدي الثالث هو نحاول قدر الإمكان بالتعاون مع المستشفيات أن نوفر خدمة غيار الجروح أن تكون بشكل ممتاز، لكن هناك بعض التحديات في نقص المواد. ربنا يعينكم. إذن يعني حتى الناس والمواطنين يعتمدون على هذه النقطة الطبية بشكل أساسي مشاهدينا الكرام، وبالتأكيد لا يوجد نقاط بشكل كافي من النقاط الطبية تغطي هذه الخدمة لدى المواطنين والنازحين والذين يقيمون في هذا المخيم. كما نشاهد يعني الحالات المرضية تتوالى على هذه النقطة الطبية، خصوصا مع زياد أعداد النازحين في تهجير الأهالي من مدينة رفح جراء الحرب والقصف المستمر على تلك المدينة. بالتالي التحديات تزداد على هذه النقطة الطبية بزيادة الأعداد وزيادة يعني أعداد المرضى. هنا سيدة ربما يعني ألف سلام عليك يا حجة، يعني شو بتعاني أنت؟ عندك أمراض معينة؟ عندي سكر، مرض السكر. طب مريض السكر بيحتاج لمتابعة وفحص باستمرار، وهو مرض مزمن يعني وعلاجات، كيف بتتعاملي؟ يعني هل النقطة بتوفر إليك هاي العلاجات وبتوفر إليك هاي الخدمة؟ والله أنا جاي إن شاء الله على سبتي يقدمون إن شاء الله الخدمة إن شاء الله الطبية، واحتاج يعني منهم المساعدة يعني يعملون الدوايا. طب حجة قبل الحرب وين كنت تتابعي؟ كيف كان نظامك الصحي؟ عيادة هي وكالة بيت حنون، كنت كل 3 شهور أتابع يعطوني علاجي. يعني الحمد لله ان شاء الله بامنونا علاجنا. طب الان كل 3 شهور بتتابعي ولا كل فتره؟ كيف اختلف النظام معاكي مع الحرب؟ والله انا قلت يعني اتابع، يقولوا لي السكر يفحصوا لي يعملوا لي شامل. من حد ما نزحنا ما عملوا احد عمليه، رحت على الوكاله مرتين ما حدش عمليه، بس كانوا يعطوني علاجي. واليوم جيت على النقطة الطبية، أنا قلت أقرب لي من هناك، مش قادر أروح هناك. هذا الإشي أثر على صحتك؟ يعني أنت شعرتي في 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 تأثير على الصحة؟ صحتي كثير يعني نزلت، نزلت 13 كيلو. كنت 69 صرت 56. ويعني الحمد لله بحس دائما عظمي بجوعني، مش قادر يعني هزيلة. بالنسبة لوضعنا يعني كنا بيت حنون كنت أحسن من هيك. الحمد لله يعطيك العافية خالتي، يعطيك العافية يا رب. ألف سلامة. يعني هم المواطنون أو النازحون المرضى وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة يعانون باستمرار. ما قبل الحرب النظام الصحي اختلف تماما عما خلال هذه الحرب. الاختلاف بالتأكيد كان من ناحية العلاجات ومن ناحية حتى النظام الصحي بالكامل عند هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا لا يشعرون بصحة جيدة جراء استمرار هذه الحرب وتفاقم الوضع الإنساني والوضع الصحي في قطاع غزة. وبالتالي هذه الحرب أتت على كل مناحي الحياة وكل الجوانب الحياتية الخاصة بأهل قطاع غزة.
مع حالة النزوح الجديدة للمواطنين من مدينة رفح وازدياد الأعداد في هكذا مخيمات النازحين وشح الإمكانيات لدى هذه النقاط الطبية، تتفاقم الأزمة ويبقى المواطن الغزي يعاني من ويلات هذه الحرب المستمرة على قطاع غزة. من أمام إحدى النقاط الطبية في أحد مخيمات النازحين من قلب مدينة دير البلح، طلال العروقي، الجزيرة مباشر.